آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.